ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج العذراء، هنتكلم النهارده على توقعات الاسبوع الثالث لشهر يوليو لعام 2022. مبدئيا احنا عندنا الاسبوع الثالث هيكون مهم جدا جدا للابراج الترابيه عامه. فبرج العذراء انت عندك دعم حلو كتير، بس الفكره كلها ان عندك دعم في نقاط معينه. طبعا المريخ الموجود ببرج الثور ده بيدعمك كتير في ان انت يبقى عندك طاقة عالية، طاقة ان انا عايز اغير، عايز اسعى، عايز اكون افضل، عايز اطور من نفسي، عايز اجدد من ذاتي. فعندك طاقة تغيير بشكل كتير مميز. بس من يوم 19 طاقتك في الشأن المهني ممكن تصاب بيها جدا. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندك تسرع في خطوات، تسرع في بعض الامور اللي تعمل لنا وقعة او مشكلة. طيب ليه؟ لأن عطارد موجود ببرج الأسد يوم 19. قبل يوم 19 بالنسبة لك الوقت حلو، لذيذ، رائع، مميز. أقدر أقول إن في خطوات مهنية هتكون جيدة جدا، طاقتك في الشأن المهني تساوي نفع بالنسبة لك. يبدأ يوم 19 هيقابلك عداءات، خاصة ان انت كمان يوم 22 هيكون الشمس او هتكون الشمس موجودة ببرج الاسد. وبرج الاسد هنا بالنسبة لنا ده المنزل ال 12، يعني هيكون في عداءات كتير جدا. العداءات دي هتكون واضحة نوعا ما من بداية الاسبوع، يعني من بداية الاسبوع كده هتحس ان في اشخاص انت مش لازين عليك كده. هتحس ان احلامك واحساسك في حاجة قلقاك، في امر ما بيقلقك، في حاجة مش طبيعية. هيبقى عندك الشعور اللي يسبق العداءات اللي هتبقى متواجدة. طيب خليني اوضح لك بس شكل الايام، لان برضو في ظل التواجد الصعب ده في يومين هيكونوا حلوين. بس خلونا نبدأ بالايام اللي المفروض تكون حذر منها. ايه الايام اللي المفروض تكون حذر منها؟ يوم 19 بالاخص ويوم 20، خاصة في المشاكل المهنية والضغوط المهنية نظرا لامرين. اول حاجة وجود القمر ببرج الحمل، وده المنزل الثامن، وده يأثر كتير على ان يحصل فيه ضغوط مهنية ومشاكل مهنية وعداءات وخلافات وخناقات. لازم ان اكون في خلال الفترة دي ان انا اكون متجنب اي مشكلة، اي منافسة، اي حاجة متعلقة بي ان انا ادخل عند مع حد او ادخل تحدي مع حد. لازم اكون حذر جدا. صدقوني الامر ما فيهوش اي طاقة سلبية قد ما بديلك وجهة نظر فلكية، ليس الا امر فلكي من خلال زاوية معينة، تأثير معين، حركة معينة يدل الى هذا الامر. عطارد الموجود ببرج الاسد كمان من يوم 19، فهتحس ان الدخلة مش حلوة، يعني يومين هيكونوا فيهم عداءات كتيرة، عداءات فعلية، فلازم تكون واخد بالك كويس قوي خلال اليومين دول. بعد كده هيكون يوم 21 ويوم 22، بس 21 هيبقى افضلهم. اليوم ده او اليومين دول عامة هيكون فيهم كتير من الامور اللي تساوي حظ. يعني ايه؟ يعني الحظ هيلعب معاك دور في ان هو يخرجك من محنة، يخرجك من مشكلة. يبقى في عداءات وفي خلافات وفي امر كان ممكن يتطور، او ان كان في امر سلبي جدا، ممكن تكون مثلا مساءلة، او ان احنا تعرضنا لشيء مش لطيف في الامور المهنية، الا ان الحظ بيخدمك بانه يديلك فرصة تانية، او بيديلك مسألة وقت انك تعيد ترتيب نفسك من تاني، او الحظ بيكون حليفك بان اشخاص بيجوا جنبك يدعموك ضد العداءات دي. تمام؟ فاذا عندنا الحظ في خلال او اليومين دول حلوين في ايه؟ في ان حاجة هتخرجك من ازمة، تخرجك من محنة، من مشكلة. تمام؟ طيب ده بالنسبة لشكل الايام. تعالوا نركز اكتر على الوضع المهني. الوضع المهني بالنسبة لك لحد قبل يوم 19، عندنا فيه كتير من العروض وكتير من الاصرار على التميز والتفوق. هيكون عندك انك بتشتغل على ذاتك اكتر، عايز تجتهد اكتر، بتفكر كتير في ان انا لازم اثبت نفسي، وان انا احقق ذاتي، وان انا اوصل لطموحي، واعمل هدف كتير مميز، وان حاجات كتير. لكن من يوم 19 ومن نهار يوم 19 بيحصل عندك حاجات كده لخبطة، اقدر اسميها لخبطة فعلية. حاول على قد ما تقدر لو انت عايز تحمي نفسك من اليومين دول انك انت تبعد عن فكرة التسرع. التسرع في القرارات المهنية، والتسرع في الاجراءات، والتسرع في الخطوات، والتسرع في ان انا اعلن عن شيء، او ان انا اتحدى اشخاص، او اني انا اكون
بالاخص عندي فكره اللي هو انا وبس، مكانتي انا وبس، شغلي انا وبس، انا المجتهد فقط. لا، خلي بالكم كتير من طاقه الغرور نوعا ما ان احنا نصاب بيها خلال اليومين دول، لانها توقعنا بشكل كتير غريب. فده بالنسبه للوضع المهني. بعد يوم 19 بيحصل عندنا لخبطه، يمكن وجود القمر ببرج الثور يحسن الدنيا شويه، انه يخرجنا من المحنه، بس يفضل انك ما تدخلش اساسا في محنه، يعني تكون عارف بالنصيحه دي، فاتجنب الامور الخاصه بخلافات وعداءات وخليني دبلوماسي اكتر. الامور اللي ليها علاقه بالامور الوضع المالي، الامور الماليه بالنسبه لك، لو ليك حقوق ماليه عند حد او حقوق تخص ممتلكات، حاول استرجاعها في الفترة اللي هي تسبق يوم 19. فإذا يوم 19 بقى، أو من نهار يوم 19، إذا كان عندنا حاجة ليها علاقة بتعاملات مالية أصلا، يبقى يجب علينا الحذر الشديد. ليه؟ لأن هيكون فيها عداءات، وفيها أشخاص هيكونوا بيحاولوا ان هم يضيعوا عليك الدنيا، بيحاولوا ان هم ياخدوا منك مش يدوك، بيحاولوا يوقعوك في مشاكل اكثر. فاذا لو بتشتغل في حاجه ليها علاقه بحسابات، حاجه متعلقه بامور ماليه، حاجه متعلقه بان انت داخل في مناقشات ماليه، بيع وشراء، من يوم 19 و20 ابعد عنه. يوم 19 و20 اي حاجه متعلقه ببيع وشراء او اجراءات خاصه باستثمار او امور عقاريه او امور ليها علاقه بحسابات او تعاملات بنكيه، مش لطيف تماما ان انت تدخل فيها خلال يوم 19 او 20، لان انت المفروض تتجنب اي ازمه ماليه ممكن تكون موجوده خلال الفتره دي. النقطه الثانيه، ان ممكن يكون بالفعل عندك ازمه ماليه، بس حاول كتير تصلحها قبل يوم 19 بالنسبة لك، لأن حتى يوم 21 مش هيكون الفرصة الأقوى لتصلحها، ممكن يكون فرصة جزئية وليست فرصة كاملة. أما بالنسبة بقى للوضع العاطفي، هنا بقى ده أحسن ما يكون، الأمور العاطفية، يعني الوضع المهني والأمور المالية فيها كتير من الضغوط صراحة الأمر، لكن الأمور المتعلقة بالشأن العاطفي فيها تحسن. التحسن من نوع معين، اللي هو ان هيكون عندنا الوضع العاطفي من يوم 18 او من نهار يوم 18، هتلاقي فيه اضافة عاطفية، الحبيب هيبقى واقف معاك او هيساندك في حاجة معينة، لو انت شخص مرتبط او في علاقة عاطفية ما بينك وما بين حد، فيكون في ارتباط اكتر، في مشاعر اكتر، في ود اكتر، هتلاقي ان الحبيب بيدعمك بصورة كتير افضل. بالنسبة لك كمان يا برج العذراء، هتلاقي ان في اجواء عاطفية هتكون لذيذة ما بينك انت وشخص ما من الجنس الاخر، للناس اللي مش مرتبطة او الناس اللي مش مرتبطة عامة، هتلاقي ان في علاقة صداقة تتطور الى علاقة عاطفية، ان في علاقة صداقة هيكون فيها مساعدات ليكم، فيها دعم. فاذا هتلاقوا اشخاص من حيث الاصدقاء هم واقفين معاكم، هم بيدعموكم، بيحاولوا كتير ان هم يكونوا واقفين يعني في صفكم قوي، يساعدوكم ببعض النقاط سواء بشكل مباشر او غير مباشر. وبعدين بيكون عندنا علاقات عاطفية تتطور بها الامر، علاقات صداقة تتطور بها الامر لعلاقات عاطفية، يعني في طاقة جذب كده، في مشاعر لذيذة. دي نقطة. النقطة التانية، خلي بالك بس من العلاقات الحالية من اي تلاعب، بمعنى ان احنا هنخلي بالنا من علاقات الطرف الثالث او الاشخاص اللي يتدخلوا بالقول السيء في تدمير العلاقة، يعني انا ما اديش الفرصة ان اعدائي يتدخلوا في شؤوني العاطفية. من امتى الكلام ده؟ هو ده المفروض ان هو برضو من يوم 19، لان هيبقى فيه غيره من عندك كتير غيران، وكتير اللي هو هيبقى اشخاص عايزين ان هم يعني يشمتوا فيك، عايزين ان هم يبوظوا علاقاتك العاطفيه. وعلى فكره يمكن يكون عندك اشخاص غيرانه منك انت شخصيا او غيرانه من الحبيب، فبالتالي بيدخلوا بعلاقتكم العاطفيه عشان يبوظوها، ممكن يكون بسببك او بسبب الحبيب بالنسبه لك، فلازم ناخد بالنا. لكن انتوا في كلتا الاحوال عندكم حسد شديد جدا جدا، وعندكم احقاد كتيره، فانتوا لازم تكونوا حذرين، انتوا عارفين نفسكم ان انتوا اشخاص مصابين دايما بالنظره، فلازم تاخدوا بالكم. من اهم النقاط ان انتوا هيكون عندكم اهتمام بشكلكم قوي، اهتمام بالستايل، اهتمام بالتغيير اللي ليه علاقه بالالوان، الاتيكيت، التعامل، الحاجات دي كلها. كتير منكم هيبقى عايز ان هو يظبط جسمه، لا انا عايز اعمل كذا، لا انا عايز ففي ده كتير. كمان هيكون المحيط العائلي فيه ضغوط نوعا ما. هنا بقى ان الاجواء المتعلقه بالاهل لازم تكون واخد بالك منها، اسفه كتير في اللي ممكن اقوله، بس هيكون عندك اطراف عائليه او اشخاص
خاص من الأهل أو المقربين ليك هم الأعداء بعينهم، هم الأعداء بعينهم، فلازم تكونوا حذرين كويس قوي. مش كل الأهل هيكونوا مقربين، في أشخاص بيبقوا أهل 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 اللي هم الناس الحلوة قوي، وفي أهل يعني كفارة، فاهمني؟ فخلي بالكم أنا مش هتقل في الكلام في الموضوع ده، أنتوا أضرب كل حاجة، فخلينا إن إحنا نكون واخدين بالنا كويس قوي يا برج العذراء من المقربين، من الناس اللي بتدخل بيتكم عامة، من أسراركم، حاولوا كتير تاخدوا بالكم كتير من الأسرار الخاصة بيكم. دي نقطة كتير مهمة جدا. طيب الوضع الصحي، الوضع الصحي بالنسبة لك هيكون في بعض الوعكات الصحية اللي ممكن تقابلك يوم 19 يوم 20، وبعد كده بتاخد مرحلة هدنة الأسبوع الرابع، هتكون برضو حذر. فعشان كده أي مشكلة ممكن تقابلك صحية خلال الأسبوع الثالث عليك الاعتناء كتير بحلها، ما تهملهاش، لان خلال الاسبوع الرابع الموضوع ممكن يتفاقم معاك اكثر. خلي بالكم كتير. برج العذراء انا بشكركم جدا، صدقوني بتمنى لكم فعليا الايجابيه وبتمنى لكم التميز، لكن كمان الواجب الخاص عليا ان انا لما الاقي ان في تاثير فلكي لنصيحه معينه عليا ان انا اقولها لك بشكل تحذيري. انا بشكركم كتير، بحبكم جدا، ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناه تفعيل الجرس. سلام.